إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذا ضاق بك الأمر فبالأسحار صل على سيدنا محمد. إذا ضاق بك الأمر فبالأسحار صل على سيدنا محمد. يصلي الله رب العرش عشرا على عبد يصلي على سيدنا محمد، وفي 100 يصلي الله 1000، فعجل بالصلاة على سيدنا محمد، ولا تترك رسول الله يوما، فما أحلى الصلاة على سيدنا محمد. ليه؟ لأنك بالصلاة على سيدنا النبي زي ما بقول لحضرتك دايما، إذا أردت أن يفرج الله كربك فأكثر من الصلاة على سيدنا النبي، إذا أردت أن يغفر الله ذنبك فأكثر من الصلاة على سيدنا النبي، إذا أردت أن يزيل الله همك فأكثر من الصلاة على سيدنا النبي، إذا أردت أن يزيح الله غمك فأكثر من الصلاة على سيدنا النبي، إذا أردت فتحا، إذا أردت نصرا فأكثر من الصلاة على سيدنا النبي، بل إذا أردت طمأنينة للقلب فأكثر من الصلاة على سيدنا النبي، إذا أردت انشراحا للصدر فأكثر من الصلاة على سيدنا النبي، بل إذا أردت سعادة في الدنيا والآخرة فأكثر من الصلاة على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هو سيدنا النبي محمد؟ سيدنا النبي محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن فهر ابن غالب ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان من ولد إسماعيل ابن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مع الرحمة. أسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد. ونسأله سبحانه وتعالى في هذه اللحظات الكريمات المباركات أن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعل أمنا أمانا سلما سلاما سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن يحفظها من كيد الكائدين ومن حقد الحاقدين ومن حسد الحاسدين ومن تآمر المتآمرين. آمين آمين يا رب العالمين. أجمل قصة حب الجزء الثاني، هذا هو عنوان حلقة اليوم استكمالا لما كنا قد بدأناه في اللقاء السابق مع صاحب الفضيلة فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر والأوقاف. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. نورنا مولانا. ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك في عمرك. الله يرضى عنا. الحديث عن سيدنا النبي جميل صلى الله عليه الصلاة والسلام، والعيش مع سيرة سيدنا النبي جميل. نعم. والحديث عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الإنسان بيزداد سعادة. نعم. ويزداد تألقا وبهجة وسعادة وسرورا حينما تذكر اسم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه وسار على نهجه القويم وصراطه المستقيم إلى يوم الدين، أما بعد. الحديث بمضمونه، فإذا كان المضمون نور كان الحديث نور. الله الله الله. وإذا كان من تتكلم عنه أجمل شيء كان كلامك أجمل كلام. ولذلك كما ذكرنا في لقاءات لنا سابقة قول بعضهم: الكلام عن الجميل جميل، والكلام عن المحبوب محبوب، والكلام عن المطلوب مطلوب،
والكلام عن خير خلق الله خير كلام بعد كلام الله. فسيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كل شيء في حياته إذا تكلمت عنه اكتسى هذا الكلام جمالا وكمالا ونورا، لأنك إذا تكلمت عن رسول الله فإنما تتكلم عن حبيب الله، وكل كلامك عن حبيب الله صلى الله عليه وآله وأصحابه تجد فيه أنوارا، وتجد فيه بركة، وتجد فيه خيرا، وتجد فيه عطاء، وتجد فيه رضا، لأنك لن تذكر فيه شيئا قبيحا، لأن الذي يشين الكلام إنما هو ما فيه من القبح. فإذا تكلمت عن شيء ليس فيه قبح كان كل الكلام جميل. أحيانا الإنسان حين يتكلم قد يعيب كلامه، قد يعيب هذا الكلام كذب أو مبالغة. فإذا تكلمت عن النبي صلى الله عليه وسلم فكل ما قلته دون قدره، إذن فليس هناك كذب وليست هناك مبالغة. إذا تكلمت عن النبي صلى الله عليه وسلم تكلمت عن المثال الكامل، والمثال الكامل الذي كمله هو الله تبارك وتعالى، فلن تستطيع أنت أن تدرك مقدار هذا الكمال، فكل كلام لك إنما هو دون قدر النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام يعني زكاه ربه في كل شيء. نعم. ومن زكاه ربه فلا يجوز لأحد من أهل الأرض قاطبة أن يظن أنه يأتي في يوم من الأيام ليزكيه، بل إن أي أحد وقف ليزكي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليتكلم عن قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما يرفع من قدر نفسه ومن قدر السامعين لحديثه عن المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. خزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه لما شهد للنبي زكى شهادة نفسه. يعني بعض الناس حين تشهد له إنما تذكي شهادتك أنت. رجل يهودي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه ينازعه في وسقين أو مقدار من الدين كان لرجل من الأنصار وضمنه النبي صلى الله عليه وسلم، والموعد لم يحضر أو حضر النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه. فالرجل جاء وأنكر، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له لقد أعطيتك، أديت الدين الذي علي. فالرجل قال لا، من يشهد لك؟ قام خزيمة بن ثابت الأنصاري وشهد للنبي صلى الله عليه وسلم. فالرجل خلاص هو يعلم أنه أخذه لكن ظن أنه لم يكن أحد حاضر. فلما انصرف اليهودي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له خزيمة بن ثابت، قال هل رأيتني وأنا أوفيه حقه؟ قال لا. قال فلما شهدت؟ قال يا رسول الله نصدقك في خبر السماء ونكذبك في وسقين من شعير أو تمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد له خزيمة كفاه، يعني جعل شهادته بشهادته بشهادة رجلين. يبقى من زكى النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة بيزكي مين؟ بيزكي نفسه. ومن يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم يزكي شهادته، ومن يمدح النبي صلى الله عليه وسلم يتشرف بأنه مدح النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى لم يترك في مدح النبي شيئا، ولم يترك في تزكية النبي شيئا، وإنما زكاه على أعلى درجات الكمال. فكل تزكية لأي إنسان في أي زمان وبأي لفظ وبأي طريقة إنما هي جزء من تزكية الله للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهو إنما يتشرف هذا الذي زكى، ويتشرف هذا الذي مدح، ويتشرف هذا الذي وصف بأنه أراد أن يتجمل بصفة من صفات الله في مدح رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن يبقى مقدار سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فوق كل هذا. نعم. يبقى مقدار سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فوق كل كلام الناس، لأن مقدار سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فمن هنا لما تأتي إلى كتب الشمائل وكتب الخصائص المحمدية وكتب السيرة النبوية المباركة تجد أنه يدور على ألسنتهم جميعا هذا المعنى، أنهم ما هم إلا مسجلين لبعض
مناقب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يبقى كمال الصورة المحمدية وكمال الأدب المحمدي لا يستطيع أحد أن يحيط به، فهو مفرق في كل هذا، وبقي منه جزء كبير لم يحط به الناس، لأنه معنى أرقى وأسمى أن يعبر عنه بالألفاظ، يأتي ذلك أمام الله تبارك وتعالى، فيجد الناس للنبي صلى الله عليه وسلم أوصافا جديدة لم يكن عندهم علم بها، لأنه كان بينهم حجاب بينها وبين بين أنفسهم وبين إدراك هذه الكمالات النبوية. جميل. نعيش فضلت الدكتور الشحات، وإحنا عنوان حلقتنا هذا اللقاء واللقاء الماضي أجمل قصة حب. حننتقل الآن إلى استحقاق الحب لسيدنا النبي والسيدة خديجة. حضرتك وأنا بسأل السؤال في نهاية اللقاء الماضي قلت يعني إيه استحقاق حب؟ الإجابة استحقاق حب يعني هل فلان هذا يستحق أن يحب؟ لأن بعض الناس عنده مسألة الحب تختلط، حتى الحب نفسه كهذه العاطفة السامية التي تنبني عليها الحياة، الحياة إنما تبنى بالحب، والله عز وجل من حبه لنا أوجدنا وأعطانا النعم، ومن حبه لنا أرسل إلينا الرسل وأنزل عليهم الكتب، ومن حبه لنا بيّن لنا مصير أهل الطاعة وحال أهل المعصية، ومن حبه لنا يرسل لنا كل حين من يأخذ بأيدينا إلى طريق الله. كل هذا من علامات الحب، لأن الله عز وجل يحبك أكثر من حبك لنفسك. استحقاق الحب يعني هل هذا الإنسان الذي توجهت إليه بالحب يستحق هذه العاطفة النبيلة السامية؟ سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم مبين لنا أن ما فيش حاجة اسمها حب مجاني، لا. الذي يفرق بين فلان وفلان في الحب ليس في طبيعة هذه العاطفة السامية، وإنما في النتيجة أو الغاية منها. فيقول الحبيب صلى الله عليه وسلم أحب الله، ما قالش أحب الله لأنه ربكم، قال لما يغذوكم من نعمه، يعني أنت تحب الله تبارك وتعالى لأن كل خير عندك إنما هو من عطاء الله عز وجل. نعم. فالله مستحق للحب، لماذا؟ لأنه الخالق فبخلقه استحق الحب، ولأنه الرازق فبرزقه استحق الحب، ولأنه الذي أعطاك النعم فبعطائه استحق الحب، ولأنه أرسل إليك الكتب والرسل فبهذا استحق الحب، ولأنك ستعود إليه فإذا لم يرد عندك حب فلن يدخلك الجنة، يبقى مستحق للحب. وأحبوني بحب الله، وأحبوني بحب الله، يبقى استحقاق النبي صلى الله عليه وسلم للحب إنما هو فرع عن محبتك لله تبارك وتعالى، فدليل محبتك لله أن تحب رسول الله، ودليل محبتك لرسول الله أن تحب آل بيت رسول الله، لأنهم انتسبوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن نتقرب إلى الله بحبنا لآل بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم. أمر آخر، أنت تحب هذا الشيء على قدر ما ينالك منه من نعيم ومنفع. نعم. بمعنى إنسان والله أهدى إلي ثوبا ألبسه، فأنا أحببت هذا الثوب، فأحببت بحبي لهذا الثوب من أعطاني إياه، فانتقل الحب إلى مين؟ أنا أحب شكل جميل، هذا الشكل الجميل وجدته في زوجة تزوجتها، وجدته في ولد رزقني الله تبارك وتعالى به، وجدته في وظيفة أنا أحبها، يبقى هل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يستحق الحب؟ نعم. لماذا؟ لأنه أحبنا أكثر من نفسه عليه الصلاة والسلام، وسعى لمنفعتنا أكثر من سعينا نحن لمنفعة أنفسنا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيصف لنا هذا الحال من حرصه علينا أكثر من حرصنا على أنفسنا. في حد يكون حريص علي أكثر من حرصي على نفسي؟ نعم. من يحبك أكثر من حبك لنفسك، ومن يحبك أكثر من نفسه قد يتعب نفسه من أجل راحتك أنت. بنشوفها في الحياة واقع عملي. فين يا سيدي؟ في حب الأم لأولادها. نعم. تسهر لينام وتقتطع من قوتها لتشبعهم. الأب يتغرب ويجتهد ويتعب نفسه من أجل أن يريح أبنائه، وهكذا. نعم. الأمثلة على ذلك كثيرة. سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثلي ومثلكم،
كمثل رجل أوقد نارا بليل فجاء الفراش والجنادب فجعلنا يقعن فيها وهو يذبهم عنها فأنا آخذ بحجوزكم عن النار وأنتم تفلتون مني أو أنتم تقحمون فيها. فسيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يحبنا أكثر من حبنا لأنفسنا، فيطلب منا كذلك أن نحبه أكثر من حبنا لأنفسنا. لما يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال: يا رسول الله، أنت أحب إلي من والدي وولدي والناس أجمعين. قال: حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. قال: والله يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فسيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه يعلمنا مستوى آخر في التفكير. نعم. اللي هو إيه؟ ليس الحب هذه العاطفة التي تتراوح مع المواقف، وإنما الحب سلوك وحياة ومنهج. فيقف سيدنا عمر ليفهم المعنى الحقيقي لحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت تحب أحدا فأنت تكثر من ذكره، أنت تحب أحدا فأنت تحب أن تقلده وتتأسى به. الولد لما بيحب والده يحب يلبس الحذاء بتاعه إن كان أكبر منه، يحب دايما يذكر ده والدي ووالدي ووالدي، يحب يلبس شكل والده. نعم. الله. يحب دايما في كل مكان يكون معاه. فسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه انتقل بالحب من مجرد هذه العاطفة إلى الواقع العملي اللي هو الحب العملي. نعم. إيه الحب العملي ده؟ اللي لا يتغير بتغير المواقف ولا يتغير بتغير الأحوال. جميل جميل. نعم. فقال له: يا رسول الله، والله لأنت الآن الآن الله. الفارق ده فرق بسيط اللي هو اسمه إيه؟ الإدراك. ولذلك لما واحد يسأل ابن القيم أو غيره يقول له: كم بيننا وبين الله؟ هل بيننا وبين الله طريق يقطع؟ قال: لا، حجاب يرفع. يعني المشكلة أنه ليس في حضور الله. نعم. بيقول لك لازم تحضر مع ربنا، لا، ده هو ليس في حضور الله، فالله حاضر لا يغيب، وإنما في حضورك أنت مع الله. الله الله الله. فالقضية ليست في أن الله سبحانه وتعالى غائب فيحضر، لا، الله عز وجل لا يغيب عن قلب عبده المؤمن أبدا، حاضر في كل زمان وفي كل مكان، بس القضية عندك أنت أن ترفع هذا الحجاب. فإذا رفعت هذا الحجاب حضرت في معية الله تبارك وتعالى. فسيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه فهم هذا، فقال: والله يا رسول الله، لأنت الآن أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. فقال له: الآن يا عمر. فاستحقاق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم للحب لماذا؟ لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك من العبادة خشية أن تفرض على أمته. لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تقول لك، لما يجي واحد يقول لك: إيه ده، أنا والله رحت النهاردة لأستاذي أو شيخي فلان، وبعدين قال لي عشان تبقى رجل طيب وبتاع لازم تصلي مش عارف كام ألف ركعة وكم. طيب أنا لا أطيق، أنا لا أطيق هذا، طب هات لي حاجة سهلة. يقول: لا، أنت شكلك كده مش طب. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة يحرصون على كثرة العبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم من حبه لهم لا يريد أن تفرض عليهم فيخفف له. لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة التراويح أو صلاة القيام في رمضان في المسجد، أول يوم يجتمع وراء عدد من الصحابة، تاني يوم يكثروا، ثالث يوم يدعو بعضهم بعضا ويجتمع وينتظر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إليهم، فلا يخرج إليه. فلما التقوا في صلاة الفجر بيتعجب الصحابة، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يخف علي مكانكم، يعني أنا عرفت أنكم موجودين، الرؤوف الرحيم، لكني خشيت أن تفرض عليكم. عليه الصلاة والسلام. ولما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يرجع ويراجع ربه في الصلاة: خفف خفف خفف، حتى يخفف من 50 إلى 5. ولما الثلاثة أصحاب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة من الشباب يذهبوا إلى بيوت أزواج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويسألوا عن عبادته، وأمهات المؤمنين يخبروهم، فكأنهم تقالوها، يعني اعتبروا أن العدد قليل
يصلي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في كلام أمنا السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، تقول ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة على 12 ركعة، 12 ركعة من في الليل طوله. طب يقول لك الله، طب ما أنا ده فلان بيصلي 100 ركعة في الليلة، فلان يختم القرآن كله في ليلة. فالشباب حماس، فقال أحدهم أما أنا فأنا أصوم النهار ولا أفطر كل أيام الصيام، والثاني نعم. وأنا أقوم الليل ولا أرقد أبدا، والثالث قال وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من حبه للشباب مش للثلاثة دول فقط، وحرصه على الأمة، مش الثلاثة نعم. ده لما يجي واحد يقول لك الله يا عم ده هيعبدوا ربنا ما يعملوا حاجة غلط، ده طاعة، طب ما تسيبهم، ده طاعة وعبادة. كله لا. الرسول صلى الله عليه وسلم يحبهم أكثر من أن يعلقهم بشكليات. الصحابة الثلاثة على منهاج صحيح، لكن قد لا يكون غيرهم على هذه العقلية. نعم. نعم. قد يكون هناك من الناس من يأخذ هذا سبيل لأمور أخرى من التزمت والتشدد. سيدنا النبي يستدعيهم وعلى رؤوس الأشهاد، مش بينه وبينهم. نعم. الدليل على رؤوس الأشهاد إنها نقلت لنا، لو كان بينه وبينهم في السر ما كانش حد نقلها لينا. نعم. لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ أنتم الذين قلتم كذا وكذا وكذا. ما هو ممكن يكون حد مثلا سمع كلامه فسره غلط. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من الحب، من الشفقة، أن تستوضح فتبين أنتم الذين قلتم كذا وكذا، يبقى عمل حاجتين، وضح وأكد. نعم. قالوا نعم يا رسول الله. درس مهم. نعم. البعض منا يصدر حكما قبل أن يسمع، أسمع نص الكلام وأصدر حكم قبل أن يتحقق. أنا بقول لحضرتك قبل أن يسمع. أه. ده ما سمعش. أه. ده لو سمع نقول ننتقل بعد ذلك إلى التحقق، إنما ده ما سمعش. سبحان الله. فيجي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له. عليه الصلاة والسلام. يعني إذا كان الدفع التقوى فأنا الأتقى. نعم. وإذا كان الدفع الخشية فأنا أكثركم خشية. ومع ذلك ولكني أو لكني أصوم وأفطر وأقوم من الليل وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الله. طب إحنا عندنا معنى الحديث هنا برضو عشان حتى الشيء بالشيء يذكر. نعم. ما نتخطاش دي. طب ما في واحد ترك السنة بس مش راغب عنها، ها ده إنكار ليها. وصلت؟ من رغب عن سنتي يعني شاف ان في حاجة احسن منها ومش عايز يعملها عشان كده. لكن في واحد ضاق وقته او بعض السنن فعلها سنة وتركها سنة، زي السجدة في صبح يوم الجمعة فعلها سنة وتركها سنة، زي القنوت في الركعة الثانية في صلاة الصبح فعل سنة وتركه سنة، زي الجهر بالبسملة من الفاتحة فعله سنة وتركه سنة، فده على سنة وده على سنة. طب في واحد تاني ما عملش السنة لكنه ما عملهاش ضعف نفس، كسل، ظن ان الوقت ضيق، لكنه مش راغب عن السنة، فده ما يدخلش في الوعيد. نعم. لكن ميلوا ليه؟ ومع ذلك أصوم وأفطر وأقوم من الليل وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يعني ليس مني برضو من خطاب المحبة، كأن كل من فعل السنة فهو من النبي عليه الصلاة والسلام. يعني بيدخلك عليه الصلاة والسلام في مساحة أخرى من المحبة، كأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل المؤمنين الملتزمين بالسنة أنا حسبتكم مني. يا سلام. عليه الصلاة والسلام. ده خطاب محبة، رحمة للعالمين. فارق كبير بين خطاب التشريع كنص قانوني وبين خطاب التعليم من باب المحبة. التعليم من باب المحبة يقول لك فليس مني، بيعمل حاجتين. أول حاجة يصعب ويشدد إن حد يتهاون في السنة ويدعي على سيدنا النبي حاجة مش عنده، والحاجة الثانية يؤلف ويقرب من يدخل إليه. ده المحبة. جميل. هذه هي المحبة الكاملة. جميل. استحقاق الحب لسيدنا النبي والسيدة خديجة. طيب ده على المستوى السماوي، الوصف النبوي أو التجلي للرسول كنبي. نعم. كلنا يجب علينا بحكم الشرع أن نحب النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لولاه ما كان شرع ولا دين، ولولاه كنا من أهل النار عليه الصلاة والسلام، ولولاه
ما عاش إنسان سعيدا، ولولا ما عرفنا كيف نصل إلى الله عليه الصلاة والسلام. يبقى احنا بنحب سيدنا النبي عشان ايه؟ أتعب نفسه ليريحنا، وأوصل إلينا الشرع وكان سببا في هدايتنا، وبين لنا طريق الله تبارك وتعالى ودلنا عليه، ووضح لنا كيف نعيش في الحياة سعداء. يبقى لو عايز دنيا سيدنا النبي علمك، لو عايز دين سيدنا النبي علمك، لو عايز تربي أولادك سيدنا النبي علمك، لو عايز أي شيء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمك، فأنت تحبه لهذا. طيب وزوجته تحبه ليه؟ لأنها لا تجد زوجا مثله عليه الصلاة والسلام. مثله في كلمة تشبع، ونظرة ترضي، وفعل على غاية الكمال. لم يعش عالة ويظلم زوجه، ولم يتعلل بمهمة الدعوة ليضيع البيت، فضلا عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الجمال الأجمل صلى الله عليه وسلم، والناس تميل إلى الجميل صلى الله عليه وسلم، وكان في الكمال الأكمل، والناس تحب صحبة أهل الكمال عليه الصلاة والسلام، ولم يكن عنده مبالغات الشعراء، فكان على حقيقة الحال عليه الصلاة والسلام، ولم يتلوث بشيء من لوثات المجتمع، فكان على أنقى صور الكمال عليه الصلاة والسلام، فضلا عن أن كل الدنيا كانت تشير إليه عليه الصلاة والسلام. فأمنا السيدة خديجة أم المؤمنين تحب النبي صلى الله عليه وسلم لما سجلته: إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. إبا هذه الأخلاق الخمسة تسمى أخلاق جبر الخاطر. الله الله الله، ده من اللي بيقول؟ السيدة خديجة سبحانك، تقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إنك، يعني شهادة زوجة نعم لزوجها. وبعد كم سنة زواج؟ بعد 15 سنة زواج. اليومين دول يا سلام يا سلام، لما يجي واحد يتزوج واحدة وكان بينه وبين بعض ما كان بين قيس وليلى سنة، وبعد السنة إلا من رحم ربك تظهر بقى الشهادات وكان وكان، حتى إن البعض ما بيكملش سنة. احنا عندنا حالات طلاق كثيرة بعد 6 أشهر، مخيفة مخيفة، ما بيكملش سنة مخيفة. وما بيكملش سنة ليس لضرورة ملحة، مش مشكلة مش هقدر أحلها، لا، لكن مشكلة قد تحل بكلمة، لكن بخل بالكلمة أو بخلت بالكلمة، موقف كان يستطيع أن يمرر، لكنه فتيجي تغضب مع زوجها، فلما تيجي تقول لها إيه رأيك فيه، بعد شهر تقول لك ده أنا كان أسود يوم شفته، ده كان مش عارف إيه، أنا كنت عميد، أنا لا. طب شوف، طب لما تيجي تسألها طب تعالى للسيدة خديجة بعد 15 سنة زواج. ده قبل كده، قبل الجزئية دي مولانا نوضحها لأحبابنا الكرام. السيدة خديجة هي من طلبت الزواج من سيدنا النبي. لا، ده أنا هجي لك في دي قبل بعد كده، ده أنا بديك بس المدخل. يا سلام، المدخل اللي خلاها تعمل كده. سيدنا النبي، المدخل اللي خلاها تعمل كده. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي لها فزع يرتجف. أمر صعب، أمر، وده درس لأحبابنا الكرام للرجال وللنساء. لا، والدرس إيه؟ أن المفترض أن يكون الرجل هو السند. نعم. فكيف إذا جاء الرجل في موقف الضعف واحتاج إلى زوجته سند؟ هي السند. الله الله. إذا حدث هذا عند كثير من الناس تجد أن الزوجة تعيره بدل أن تحضر فأتانا. نعم. إنما السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها بهذا الحب رضي الله الذي جاء على مثال الكمال في الدنيا كلها، تقول له والله لا يخزيك الله أبدا، ما تخافش. أنت بتعمل إيه؟ ده هي توقفه على الباب العالي. يا سلام، ما بتقولوش ده أنا، لا تعالى ده أنا حميتك وأنا وأنا، لا ده مش أنا، ده الله لا يخزيك أبدا. يبقى رفعت الحرج عن حبيبها عليه الصلاة والسلام، ولم تكسره أمامها، وإنما قالت له إن هذا حدث لأنك تستحق الفضل والمقام الأعلى، وهذا من عند الله. يبقى كأنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لم تنكسر أمامي،
وإنما جئت إلي بقلب المحب فأنا أوقفك على باب من تحب. الله الله الله، الأخلاق دي بعد كم سنة يا أستاذنا؟ بعد 15 سنة. طب إما بعد 15 سنة بعد ما فرحنا وزعلنا ويوم كويس ويوم مش كويس لا لازم احنا بشر. يا سلام يا سلام، بعد 15 سنة. الله 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 الله، يعني احنا عندنا في بتاع علماء النفس يقول لك في بعد 7 سنوات بيحصل مشاكل وبعدين تتردد كل 7 سنوات وبتاع، يعني احنا مر علينا دورتين من الهموم ومش عارف ايه طب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، طب اما كده بعد 15 سنة امال البداية كانت ازاي؟ الله اكبر الله اكبر الله اكبر، ده بعد 15 سنة هذه الشهادة مرة اخرى ماذا قالت له؟ والله لا يخزيك الله ابدا. الزوجة بتقول لزوجها طبعا، السيدة خديجة بتقول لسيدنا النبي عليه في وقت صعب وقت شديد، بتقول له والله لا يخزيك الله. الله كان كفاية تقول له والله لا يخزيك الله، والله لا تضام، لانما بتقول له والله لا يخزيك الله ايه أبدا. ابدا يعني ايه ابدا؟ تقول له ابدا، لا مش انت، لست انت. الله اكبر. انك الله اكبر لا تصل الرحم، لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، جبر خاطر. نعم، يعني الله تبارك وتعالى لا يضيم أبدا ولا يضير جابر الخواطر. الله 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 الله، وبعدين جبر الخاطر مين اللي شهد له بجبر الخاطر؟ الله، السيدة خديجة زوجته. الله، بالله عليك بقى، والكلام لكل السادة المشاهدين، لو ما كانتش أخلاقه طيبة معاها كانت ذكرت له الطيب اللي بره؟ لا، بقول أصل أنت بره تتكلم كويس وبره مش عارف تعمل إيه، ما تيجي في البيت ما تلاقيش، فما تذكرش ولا اللي بره ولا اللي جوه، إنما إذا كانت على غاية الحب ووفيت حقها. الله، النموذج الكامل، النموذج الكامل للمسلم في بيته عليه الصلاة والسلام. دي السيدة خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها تسمع بيتيم أبي طالب وتسمع من بركاته ومن أخلاقه ومن براعته في التجارة. ده قبل النبوة وقبل الرسالة وقبل أي شيء. ده كان لسه ما كملش 25 سنة. نعم، يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يتاجر مع عمه في أول رحلة وهو عنده 12 سنة. نعم، وبعد كده استمرت الرحلات وبدأ حتى صار له تجارة مستقلة بعيدا عن عمه. نعم، فلما صار له تجارة مستقلة بعيدا عن عمه صار إما يتاجر في ماله وإما يضارب، يعني يشارك غيره. نعم، فزاع صيت النبي صلى الله عليه وسلم للبراعة التجارية وللأمانة الأخلاقية. نعم، ما احنا عندنا التاجر ممكن يكون شاطر بس الأمانة عنده ليست على الدرجة العليا. نعم، وممكن يكون أمين بس خايب قليل الحيلة. نعم، لكن إنه يجتمع في التاجر الأمانة في أعلى الدرجات والبراعة في أعلى الدرجات، ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام، فيجي الناس يتهفتوا عليه، يعني أنا عندي رحلة تجارية بعد 6 أشهر، تلاقي النجوم اتفقوا مع سيدنا النبي قبلها. عشان إيه؟ عشان في المسافة دي ممكن حد تاني يتفق معاه. السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها ترى هذا الفتى فيقع في قلبها وتسمع عن أمانته فتزداد تعلقا به. الله الله الله، وقبل ذلك كانت مع نسوة من قريش على ماء لهم ورأوا رجل من أحبار اليهود ممن يعرفوا عن الكتاب وبدأ يتوسم فيهم، حتى إنه ذكر إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيبعث في هذا البلد ومن استطاعت منكن أن تكون له فراشا فلتفعل. اللي تقدر تبقى زوجته تجتهد. فالسيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها انطبق عندها الوصف وتعلقت بالنبي قبل أن ترى النبي السلام عليه الصلاة والسلام. الله الله الله، فلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر الأوصاف لا تنطبق إلا على هذا الفتى فتعلقت به، لكنها أرادت أن تتيقن من بعض أمور فأرسلت غلامها ميسرة لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تتفق معه، واتفقت معه أن تضاعف له ما كان يأخذه. يعني أنت بتاخد مثلا في الرحلة ناقتين هديك 4، بتاخد مثلا نضرب مثال بواقع الحياة 10% هديك 20%. كانت من الأثرياء هي، كانت تسمى في قريش الطاهرة. نعم،
وكانت من أغنى قريش حتى إن رضي الله عنها وأرضاها كانت توزن بمال الرجال. يا سلام. كثير من سادة قريش بعد أن توفي زوجها كانوا يريدون الزواج بها، لكنها أبت، رفضت أن هي تتزوج. نعم. لعفتها ولمكانتها، كأنها رأت أنه ليس هناك من يليق بها، لأن البعض أحيانا تجد المرأة لها مكانة ولها قيمة عند نفسها، تقول لك مش أي حد أتزوجه. لكنها كان كل ده عشان إيه؟ لأن الله أراد أن يجمع بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسلت غلامها ميسرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأوصته بحاجة غريبة، إنه يسجل لها كل ما يحدث للنبي ومعه. الله، بالله عليك لو أنت ما بتحبش حد، إيه يعنيك إن أنت يسافر ما يسافرش، يروح ياكل؟ عايز أعرف كل التفاصيل. ده أنا عايز أعرف تفاصيل. فأنت إذا أحببت أحدا تعلقت بتفاصيل تفاصيل حياته. يبقى من المحبة أرسلت ميسرة، ولم ترسل ميسرة معاولا في التجارة وفقط، وإنما أرسلته ليعرف لها أخبار الحبيب. الله 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 الله. نعم. فلما رجع حدثها وهي في شرفة بيتها، وكان بيتها من بيوت الأثرياء، رأت غمامة تظلل النبي صلى الله عليه وسلم، فوقع في قلبها أنه هو. يبقى التقى عندها الحب والميل البشري مع الوعد الذي سمعته، فطمعت أن تكون زوجا للنبي. لما جاء ميسرة سألته أولا، لقد رأيت كذا، قال إنها لم تفارق منذ خرج، إذا تحرك تحركت معه، وإذا أقام أقامت معه. طب أخلاقه إيه؟ حدث عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. رأت صاحبة لها كثرة حديثها وتعلق قلبها، وإنما يفهم النساء النساء. نعم. يعني لما تيجي مثلا عايز تعرف سر واحدة، بعت لها واحدة، ما تبعت لها. نعم. واحدة تعرف. نعم. سر. وأرادت أن ترسل إليه لتخطبه، عايزة هي بنفسها تكلم سيدنا النبي صلى نعم. الله عليه وسلم. يبقى حد حريص نعم. نعم. من المحبة يقول لك لا لا أنا عايزة أتزوجك، يحدث أتزوجك. الله. لكن صاحبتها قالت لها، عشان برضو ترفع الحرج للمكانة والقيمة نعم. بتاعتها، ربما يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت متعلق بغيره نعم. أو ربما يكون قد قطع وعد مثلا لعروس أخرى نعم. أو افتراضات كثيرة نعم. فيكون في ذلك إيه؟ انتقاص من قيمتها ومكان دون سبب. فقالت صاحبتها أنا أكفيك ذلك. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله لما لم تتزوج، قال ليس عندي ما أتزوج به، المهر لأن الله. طب هو سيدنا النبي في الوقت ده ما عندوش ما يتزوج به؟ عنده، لكن ليس ما يدفعه مهرا للعروس التي يريد. نعم. أنا ممكن عندي مثلا مبلغ قليل، لكن المبلغ القليل ده لو أردت أن أنا أتزوج به لن يوفر لي المتطلبات التي أريدها وأطمح نعم. إليها. نعم. قالت فإن دعيت إلى الشرف والحسب وكفيت المؤنة. قال من؟ قالت خديجة. الرسول صلى الله عليه وسلم في صدقه وفي نقاء قلبه ما كان ليقدم على الزواج من السيدة خديجة إلا أن يكون في قلبه شيء. نعم. مع كمال العفة. نعم نعم. ولذلك عندنا الحديث الرائع اللي أخرجه الإمام مسلم عن أمنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، تقول كنا إذا ذبحنا الشاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أرسلوا إلى فلانة وفلانة وفلانة فإنهن من صويحبات خديجة. تقول فغاضبته يوما فقال يا عائشة إني رزقت حبها. الله 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 الله. يعني يا سيدي يا سلام، يعني الحب رزق له سبب، قد يكون له إشارة، لكن أنا بحب فلان، ما تسألنيش بتحبه ليه، لا مش عارف أجاوبك. طب الغنى، طب ما في أغنى منه، ما حبيتش أغنى منه ليه. رزق، طب قريبي، طب ما في أقرب منه، ما حبيتش الأقرب منه ليه. طب جمال، ده في أجمل منه، ما حبيتش الأجمل منه، ده رزق. يعني ليه قسمة من الحب عندك مش بتاعتك، ده أنت رزقتها. رزقي أنا
إن فلان وفلان 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 يحبوني. ولذلك البعض منا يتعجب من محبة الناس للناس. لا طب أنتوا بتحبوا فلان الفقير ده وأنا غني وعندي فلوس ومحدش بيحبني. طب فلان الضعيف ده ما ساعدش حد منكم، أنا بساعدكم كلكم، ما بتحبونيش زيه ليه؟ ده رزق. سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يذهب إلى أعمامه وأم أبو طالب، ويذهب إلى السيدة خديجة أم المؤمنين. عندنا أمر عجيب نتنبه لي من حرص المحب على من يحب. السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها في مكانتها وفي مقامها في عرف معين في الهدايا، زي ما يحصل اليومين دول، في عرف معين إن أنا داخلين نخطب بنت فلان فالبلد دي عرفها إن العريس لازم يجيب معاه كذا وكذا، هدية ومعروفة ومقررة. طب ممعوش، فترسل إليه السيدة خديجة كأنها تحمل عنه المؤنة، ولم تر في ذلك غضاضة، ولم ير في ذلك انتقاص من قيمته. لماذا؟ قال له لأنه ليس بين المحبين هذه الحسابات. يا سلام. نعم، أنا بحب فلانة دي وعايز أتزوجها، أو بحب زوجتي، أو يعني بحب زوجي، شارين بعض. بس إيه، مفيش الحسابات بعزة على غاية العفاف والكرامة. فيقوم أبو طالب خطيبا فيذكر محاسن بني هاشم ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ويقوم ورقة بن نوفل خطيبا كذلك فيذكر ويثني ويقول قد أنتم كذلك وأكثر، يعني قيمتكم ومكانتكم معروف. ومحمد صلى الله عليه وسلم الخاطب لا يرد. الله الله، يعني لو عايز يتجوز أي واحدة محدش يقدر يرده. الله الله. وتتزوج السيدة خديجة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وأول ما تتزوج سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لم ينقل يوما، لم ينقل يوما في 25 سنة أنها رفعت صوتها عليه، يا سلام، أو رفع صوته عليها، يا سلام، أو سبقته في كلام، أو انتقصت من مكانته، مع أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك: آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها، وكان لي منها الولد دون غيرها من النساء. ده المناقب بتاعت السيدة خديجة عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هو يذكرها وهي لا تذكرها، وهذه قمة الحب، أن يذكر حبيبك ما لك عنده ولكن أنت لا تذكر ما لك عنده، تذكر ما له عندك. لما يجي واحد مفيش مانع أبدا أن تمتدح من تحب بما فيه، ليس هناك ما يمنع أن تقول كلمة طيبة عن من تحب، ليس عارا وليس عيبا. السيدة خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها لما تزوجها سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان عندها كم سنة؟ 40 سنة. يعني إيه 40 سنة؟ يعني اكتمل عقلها، سن اكتمال الشباب، وتستطيع أن تزن الناس. فإذا وضعت النبي، وسيدنا النبي كان عنده كم سنة؟ 25 سنة. سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في تمام سن الفتوة، والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا السن لم يركن إلى مال خديجة، وإنما كما كان قبل الزواج بعد الزواج يتاجر ويعمل ويجتهد. طب من عندي ومن الحب للسيدة خديجة سيدنا النبي لم يتزوج، لم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت. لماذا؟ أمر مهم. نعم، قال له لأن الحبيبة إذا اكتمل حبه ملأ المكان كله. الله الله، فلم الله يترك مكانا لغيره. لماذا بنقول أجمل قصة حب؟ لماذا؟ لأنها قصة الحب للكمال وللجمال، ولأنه حب لا غرض فيه إلا الحب، ولأنه حب لا منفعة منه إلا الحب، ولأنه حب لم يحملك على أن تنتقص من كرامتك من أجل من تحب، ولا أن تكذب من أجل من تحب، وإنما حب سما بالحبيب والمحب إلى أعلى الدرجات، فهو حب أعطى ولم يأخذ.
لان احنا عندنا يقول لك ايه عشان تحبوا بعض لازم شويه تنازلات. لا، مش مساله تنازلات، لكنها المحبه التي تقرب المسافات. السيده خديجه ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها اول من امن برسول الله، فجاء عليها يوم وهي كل الدين، كل الاسلام كان السيده خديجه. فلما آمن أبو بكر صارت نصف الدين، فلما آمن علي صارت ثلث الدين. طب السيدة خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها صلت الفروض الخمسة؟ لا، ده ماتت قبل أن تفرض. طب صامت رمضان؟ لا. طب حجت؟ لا. طب أدت الزكاة؟ لا. طب أمال إيه اللي وصلها للمكانة دي؟ الحب. أحبت الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من حبها لنفسها صلى الله عليه وسلم. فلما أحبت النبي أكثر من حبها لنفسها رفعها الله تبارك وتعالى في مكانة لم يصل إليها أحد رضي الله عنها وأرضاه. والحب إذا كان من أهل الكمال كان حبا كاملا. ولذلك أجمل قصة حب. لماذا؟ قالوا لأنها فاضت بالحب على كل هذه الأمة. لما حد يحب يتعلم مثال الحب يتعلم من مين؟ من السيدة خديجة. السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. وبالمناسبة كمان عايزين نوضح سريعا السيدة فاطمة بنت السيدة خديجة. نعم. لأن كثير من يعني للأسف كثير من المسلمين لا يعرفون ذلك. السيدة خديجة لا يعرفون ذلك. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربعة. آسيا امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها أمنا بنت السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. فالسيدة خديجة كاملة وولدت كاملة. الله الله. والسيدة الله فاطمة كاملة وأمها كاملة. الله 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 الله. يبقى أخذ الكمال من إيه؟ من طرفيه. ومن السيدة فاطمة أبناء النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا الحسن وسيدنا الحسين والسيدة زينب والسيدة أم كلثوم. جميل جميل. طيب تعالى، فيهم سار الكمال، فمن تشبه بهم اكتمل على قدر الشبه، ومن أحبهم أخذ من كمال الحب على قدر تعلقه بهم، ومن سار في ركابهم فاضت عليه أنوارهم. الله الله الله. في النهاية ماذا نقول؟ إذا أردت الحب خالصا فأحب كما أحب النبي، وإذا أردت البيت طاهرا فأحبي كما أحبت خديجة. فإذا أردنا حياة كلها خير فهذا بيت رسول الله، النبي زوج وأمنا خديجة زوجه، وبينهم خيرة أبناء ساروا على أديم الأرض. الله الله. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورضي الله عن السيدة خديجة رضي الله عنها، وعن السيدة فاطمة الزهراء، وعن آل بيت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم جميعا. ربنا يبارك فيك مولانا ويكرمك ويسعدك. كلام جميل ورائع، ونسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان الحسنات، وأن يكون سبب في أن نعرف الناس بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نعرف الناس بأجمل قصة حب بين سيدنا النبي والسيدة خديجة رضي الله عنها. ده كلام مختصر على فكرة أحبابنا الكرام، ليس الكلام كثير ومواقف كثيرة وعديدة، ولكن نسأل ربنا سبحانه وتعالى في اللقاءات القادمة أن نكمل ونعيش مع هذه السلسلة الكريمة الطيبة المباركة. شكرا لحضرتك مولانا مرة أخرى فضيلة الشيخ دكتور الشحات عزازي من علماء الأزهر والوقف. شكرا جزيلا. شكرا الله. ربنا يبارك فيك. إذا أردت أن تتكلم عن الكمال وأن تصف جمال الجمال، وأن تزين الأدب بمن كان للأدب زينة، وأن تقول هذا هو خير من أرسله الله، بل خير من خلق الله، فهذا سيدنا محمد رسول الله. الله تبارك وتعالى أكرم الحبيب وأكرم بالحبيب كل حبيب، وجعل القرب من الحبيب كرامة لكل حبيب. الله تبارك وتعالى لما أراد أن يجمل الجمال وصف بالجمال سيدنا محمد، ولما أراد أن يكمل بالكمال أوجد في الدنيا الحبيب محمد، ولما أراد أن يبين للناس كمال الأخلاق جمل الأخلاق بأخلاق النبي الكريم
الذي وصفه الرحمن الرحيم فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. إذا أردت كل شيء فعند رسول الله كل شيء، وإذا أردت كل الجمال فهذا رسول الله جملة الجمال، وإذا أردت كل الكمال فهذا كمال الحبيب فوق كل كمال، لأن الذي كمله هو ذو العزة والجلال. فالكلام عن الجميل جميل، والكلام عن الحبيب حبيب، والكلام عن المحبوب محبوب، والكلام عن المرغوب مرغوب، والكلام عن المطلوب مطلوب، والكلام عن الكمال كمال، والكلام عن حضرة النبي فيه أنوار حضرة النبي، والكلام عن حضرة النبي فيه أنوار حضرة النبي، فشرف عظيم لنا أن جاء ذكر النبي على ألسنتنا وأنفاض ذكر النبي من قلوبنا. فنسأل الله تبارك وتعالى بذكر النبي أن يطيب قلوبا استقر فيها حبه، وأن يطهر ألسنة سال عليها ذكره، وأن يبارك لنا ولأبنائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا وأحبابنا ومن يسمعنا الآن ومن يحبنا ونحبه ببركات حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلا يعرف قدر النبي إلا من جعل النبي نبي. أحبابنا الكرام، كل التحية والتقدير لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة، وافر تحياتي وتقديري، أحبكم في الله، أترككم أنتم تصلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا صلوا عليه وسلم.